أول شيء ما معنا لا تياب لا مصاري الأغلب يعني ولا شيء، جايين بدهم مأوى العالم. كمان أول ما بلشنا كان الغرف فاضية بس عنا سفنج، وبلشنا خطوة خطوة مساعدات. يعني هدفنا الأساسي نريح شوي العالم، يعني العالم تقدر تنام على تكاية وتتغطى بحرام، لأنه بعد يوم صار الطقس هون ينقلب فجأة. هلأ بدنا مثلا سجاد، بعد بدنا العالم عم تغسل على إيديها، بدنا الغسالات مش موجودة، المناشر الغسيل العالم إذا بتشوفها عم بيحطوا الغسيل على درابزين، يعني لأنه الحبال ما بتأدي، العيال كتار، كل بيت عنده كذا ولد. بدنا براد لأنه نحنا بنحفظ الأكل. طب أنت عم تحكي هون فوق 100 شخص، فهيدا البراد يعني حاجة أساسية إنه يضلوا داير. لا يضل داير فيش عنا إلا طاقة شمسية، والطاقة الشمسية ما بتأدي. يعني إحنا امبارح بالليل طلعنا نطفي لحتى تأدينا الطاقة، نشرش تليفوناتنا نطمن على أهالينا البعاد عنا، والحمد لله إنه في من عم يساعدنا. يعني الحمد لله في عنا الكشف واقف حدنا، أهل الضيعة جابولنا من بيوتهم حريماتهم تكاياتهم، يعني إجوا هيك فرد مرة مع بعضهم بعد مناشدة الكشاف، إجوا يعني نحنا سدولنا عجز كتير كتير كبير. يعني هون العالم بيقولوا لي نحنا عم نحس إنه في عندكم أولاد، في ناس كبار بالعمر، فإنه شكراً كتير كتير إلهم.